تعرفين حضرتك اليوم المصرف الزراعي يركض ورا ذول الخسرانين حتى يحجز الأموال مالتهم من أجل تسديد القروض بدل التريث في مطالبتهم حتى يقدرون ينعشون قاعاتهم. تخيلي الصوري التجهيزات الزراعية دائرة هي السلم باعت أعلاف لمربي الدواجن اليوم خسروا، ومع ذلك هي تطالبهم بدفع القروض. الصوري يعني اليوم انت ماكو رحمة، القطاع دينار والضغوط من كل مكان على الفلاح، رغم ماكو دعم ماكو اهتمام. اليوم الفلاح يكاد يكون يعني مصيره مجهول، يعني أزمة مي، أزمة جفاف، أزمة دعم، أسمدة، حتى التسويق الزراعي اليوم تشوفين تسويق الزراعي منهار، ماكو تسويق زراعي. تكلفة الإنتاج اليوم ارتفعت، تكلفة الإنتاج خصوصا بالنسبة للأعلاف ارتفعت بأرقام كبيرة، يعني طن العلف بالنسبة للدواجن مليون دينار، بالنسبة للجاموس صعب أن تحصل الأعلاف. فلذلك المربين أكثر الحقول دواجن بدأوا يجزرون حقولهم، وهذا خسارة كبيرة. اليوم وزير الموارد المائية وزير الزراعة في تصريح يقول عندنا اكتفاء ذاتي بالبيض. وين الاكتفاء الذاتي إذا طبخت البيض بستة وبسبعة؟ المفروض الاكتفاء الذاتي التعبير ماله أنه المنتوج يكون متوفر بالسوق على مدار السنة ويكون رخيص، بحيث الفقير في متناول يد الفقير، يعني الفقير يقدر يشتري. أنت اليوم أسعارك عالية والدليل ماكو اكتفاء ذاتي. هذه كلها مفاهيم يجب أن نوقف عليها ونغير ونشرع، وإلا انهيار القطاع الزراعي وانهيار المياه، يعني راح نكون في أزمة كبيرة، وقد انهيار العراق، لأن 50% من الشعب العراقي يمتهنون الزراعة. التصريح الأمم المتحدة، ممثلة الأمم المتحدة في يوم المياه العالمي قبل كم شهر صرحت وحذرت العراق من جفاف قريب. اليوم الـ FAO يحذر من هجرة 7 مليون عراقي من الريف إلى المدينة. المنظمة النرويجية تحذر من الفقر الجماعي لدى الفلاحين. الصوري هاي كل الأمم، مؤتمر غلاسكو في إنجلترا شرع العراق خامس أكبر دولة متضررة بالعالم. دا تشوف في العالم كله شايل همنا، لكن احنا لحد الان ما نشوف افعال ولا اعمال على ارض الواقع، ولا عكس انهيارات متتاليه وتباعا واحد تلو الاخر. يوميا نشوف مشكله جديده. اليوم بعد بحيره ساوة للتصريح المستشار الموارد المائيه ما معناه راح نخفض الخطه الزراعيه للموسم القادم. السؤال اللي احب اطرحه من برنامجكم الكريم، من قناتكم الكريمه، ماذا لو كان الشتاء القادم جاف ايضا؟ تخيلي من يقدر يجاوب هكذا سؤال؟ سؤال بالصميم، سؤال. أبدا أذكر في شيء حقيقة، أنا كنت أتواصل مع مستشار وزير الموارد المائية اليوم، ذكر لي أنه الخطة الزراعية مال العام الماضي للحنطة كانت 1,200,000 دونم. تعرفين حضرتك كانت بالتوسع وصلوا إلى 5 مليون دونم، فشيء غريب. تعرفين هذا التوسع على حساب استخدام كميات مياه أكبر على أساس الخزين اللي راح نضمه للسنين القادمة. ما نعرف شو راح يواجهنا. هاي الأزمة قد تستمر لعام 2003 حسب الخبراء العالمين. نعم. وحسب الاحتباس الحراري والظروف العالمية. شلون راح نشتغل إذا احنا 2020 خلصنا الخزين مالنا اللي مليناه في سنة 2019، السنة الممطرة، الفيضانات اللي جتينا، يعني بظرف 3-4 سنين صرفنا أكثر من 60 مليار. تصوري هذا الهدر بالمياه. الدول ما تشتغل هكذا زراعة، ما تشتغل هكذا صرف. المناسبة المؤشر الخطير اللي أريد أقوله، إذا كان الشتاء القادم جاف، هل راح نشهد عجز في توفير مياه الشرب، وخصوصا بالنسبة لديالة وذنائب الأنهار؟ وهذا شيء متوقع، يجب من هسه أن نحسب حسابه، لكن منو اللي يسمع؟